قال ليش الشاب بفترة الخطبة بصير إنسان بيفهم بكل شيء؟ طبعاً. وحتى أحيانا بيتحول لرجل خارق. مزبوط. ليش؟ إيه بدي يرضي بيت حماه. إذا ما رضى بيت حماه ما بيمشي الحال. بيفهم بكل شيء لأنه ونك الخطيبة موجودة. ليش يعني؟ بدي يكون ونك هو يعني الخطيبة جاذبته يعني. إذا عمه طلب منه ونك قمر الصناعي بيطلع بيجيب له إياه وبينزل هيك يعني. بصير بيفهم بكل شيء، بيشتغل كل شيء. إجباري لأنه يكون الحليب لسه على النار، لسه ما شط. والله هو أنا بالخطبة وبعد الخطبة الحمد لله. والله معلمي علمك. بيظبط وضعه قدام بيت عمه. صاروخ نفاسة. أبداً. والله ما بعرف. بس لبين ما ياخذ المرة. عشان يورجي عضلاته للمخلوقة بده ياخذها. إذا ما رضى عمه شو بده يحصل المخلوقة؟ بعد الخطبة. سلام على الشهداء اللي معك. بده يكون مميز مشان يتميز عن عدلاته، يعني بده يعطيهم صورة جيدة عنه إجباري. مظبوط. حتى مو بس بصير كيوت، يعني بصير كيوت وكذا. كيوت يعني كيوت. كيوت أيوه. برافو عليك. شو طلب منك عمك؟ قلت له خلص أبشر عمي. كل شيء هيو. إيش بدك من طير من حلق ومنسبح؟ إيش بدك بصير؟ يعني بصير رجل خارق بكل شيء. يعني شغلة هيك بقلب جسم البني آدم. بتحول لرجل خارق. إيه بكرة بصعد عنده بالدار بعدين وينك؟ بسيط بسيط طناش. إجباري اليوم إذا عمه واحد كان قاعد وقال له انقطعنا من المي شو ممكن يساوي؟ إيش والله يمكن بيعطيهم دمه بدل المي. أبدا هم لازم يجيب مي، لازم يعبي. لا ما في، خلاص مستحيل يعني إنه في شيء مقطوع. إلهام سبحان الله. بس فترة الخطبة، بس خلص فترة الخطبة خالص. عند الواحد بيخطب بيكون متحمس لكل شيء، فهمت كيف؟ بيكون عنده هدف. بعد ما بيتجوز بطنش على كتير شغلات. طبعا مو الكل ها؟ هذا بيسوي حاله عنتريات، بس هو اليوم بعد الجنسي بصير مثل القط المقعد بالزاوية. بده يعرض مهاراته. ليش؟ هيك انسان خارق مشان يقبلوا فيه. بدي يثبت انه هو قبضاي، هو فهمان، هو حربوخ، هو كل شيء. لك فترة الخطبة. لك هلا بعد الخطبة بتختلف الامور، تضعف مصلحته. خلاص اللي بده اياه صار عنده. كان مقطوع عمو من المازوت الساعة 2:30 بالليل، دق اللي خفت انا فكرت صار معه شيء. ترى عمو بروس راح سحب مازوت من السيارة لسيارة وعبى حاله مازوت، وكثير صار فاندام بهذا الموقف. وهو علما يعني بيستهتر ويعبي مي ببيته او بالشغل. بس طيب بعد الخطبة يا ترى عضل هيك؟ ان شاء الله لك شلون؟ إذا عمه انقطع من البنزين بالليل بتفضي له البنزين ميتورك وبتروح لعدل منه مشي. إذا كان بده دهن بيته بصير دهانة. نسيت المعلمي بده يصب السقف. بدي يصب السقف بصير نحن بوطنجي. بعد الخطبة. بعد الخطبة الله معه بنخلص خالص. ليش بده؟ انتهت المهمة معلم، أخذنا اللي بدنا إياه خالص.